نحن هنا ليس من أجل كرة القدم فقط، نحن هنا من أجل الدفاع عن كرة القدم وعن من يكسر كرة القدم في مصر. السلام عليكم حبايبي حبايبك حبايبي في كل مكان، وحشتوني وحشتوني، وجاي لك النهارده بحلقة ستتحدث عن نفسها، حلقة بها الكثير من الموضوعات، بها ملفات شائكة، بها كل ما يدار حولنا وفي الكرة المصرية. ولكن كل اللي طلبه منك يا صديقي تنتظر معايا عشان تعرف ما يدار من حولك. قبل اي حاجة عايزك تنتظر معايا لاخر الحلقة. كل اللي طلبه منك يا صديقي تنزل دلوقتي تضغط اللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وعايزين نوصل باذن المولى عز وجل بالحلقة دي 5000 لايك دعما لكوكو حبيبك الحريف الذي يسعى ليسعدك. واللي ما اشتركش يشترك، وتعالى لي بقى عشان نخش في مواضيعنا. ولكن قبل ما نقول نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، والبدايه اخبارنا واخبار الدراويش، ونخش على طول في اخبار الدراويش سريعا. فاز امس الاسماعيلي على الجمارك البورسعيدي بثلاث اهداف، احرز عمر الوحش هدفين وحسن صابر هدف. حسن صابر ولد واعد، عندك قطاع الناشئين نجوم كتير، عندك لعيبه كتير قطاع الناشئين هتفيدك وهتفيد الفريق صدقني. وكابتن ايهاب جلال عامل شغل جيد جدا مع اللعيبه. النهارده سيتقابل في الخامسه الاسماعيلي وانبي في ملعب بيتروسبورت، مباراه وديه. انا قلت لك امبارح، ولو رجعت الحلقه امبارح هتلاقي ان انا قلت لك الاسماعيلي بيعامل نظام اسماعيلي بلس اسماعيلي اي اسماعيلي بلس، اللي هو هيلعب النهارده هو عامل زي انسجام، عامل زي ميكس بين الشباب والفريق الاول عشان يقدر يطلع منهم خلاصه يقدر يعمل بيهم تيم، يقدر يلعب بيه الموسم الجديد وهو مرتاح. كابتن ايهاب دماغه شغاله، كابتن حمد منظومه جيده، شغالين عمل جماعي، وده اللي هيفيد النادي وده اللي هيفيد، عشان كده الناس متمسكه بيهم، اداره النادي متمسكه بيهم، اللجنه السواسيه متمسكه بيهم. سريعا كده، نجحت اللجنة الثلاثية في صرف رواتب شهر أغسطس تمام قبل استلام المجلس الجديد. طبعا المجلس، الناس عشان الناس ما تفتكرش ان المجلس بعد الانتخابات مباشرة مسك، لا مفيش الكلام ده. المجلس بعد ما بينجح الناس المسؤولة بتوع مجلس بتوع الشباب والرياضة اللي كانوا بيراقبوا على الانتخابات بيطلعوا لهم تصريح وبيسلموهم، حد بيروح من وزارة الشباب يروح يسلم الناس دي. فالموضوع بياخد وقت اسبوع، فهم لسه مستنيين امبارح، وعملوا اجتماع امبارح مباشرة وقعدوا يتكلموا وناقشوا كذا حاجة، واتكلمتك في موضوع الاجتماع ده أكتر من مرة تمام. طبعا مجلس إدارة الإسماعيلي وافق على المعسكر المغلق الفريق الأول 10 أيام في اسكندرية. طبعا وافقوا وظبطوا الدنيا، احنا عايزين الأفضل لفريقنا والأفضل لكرة القدم المصرية. سريعا كده، وسؤال قبل ما نخش بباقي حلقتي، السؤال ده لجمهور الزمالك. لو انت قمت في يوم من الايام من نومك ولقيت رئيس النادي بتاعك ينتمي للفريق المنافس، ماذا ستفعل؟ ما شعورك؟ عايزك تجاوبني في الكومنت، تقول لي ايه احساسك ايه شعورك. سريعا كده عشان بس الناس، طبعا اللجنه الثلاثيه اللي كانت شغاله برئاسه اللواء حسن موسى، الناس دي كانت شغاله وعايز تعمل حاجه للزمالك والكيان الزمالك. واحنا من مكاننا هنا وجمهور اسماعيليه بتحب الزمالك وبتاذي جمهور الزمالك ومش عايزه فساد في الزمالك ومن يفسد الزمالك، احنا برضه من هنا من مكاننا هنبقى ضده على طول. الدكتور اشرف صبحي عين الاستاذ عماد البناني، استاذ عماد البناني او الدكتور عماد البناني، لما دخلوا على الصفحه الشخصيه بتاعته لقوا ان هو ينتمي للنادي الاهلي ومحب للنادي الاهلي، وصور بقى وانتخابات الاهلي كان فيها وحاجات كتير. ازاي يا دكتور اشرف صبحي تعمل كده؟ يعني انا عايز افهم الموضوع ده، يعني انا لغايه دلوقتي انا مش واصلني.
انت عارف يعني ايه تبعت واحد اهلاوي مدير نادي الزمالك؟ دي كارثه. طبعا السوشيال ميديا امبارح هجوم قوي من جمهور الزمالك والكابتن وكباتن الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك يطالبوا برحيل واستقاله وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي على ما فعل. وحقه صراحه حقه. عماد الدكتور عماد البناني يستدعي الشرطه للخروج من الزمالك بسبب تجمهر اعضاء الجمعيه العموميه لربط وجوده داخل جدران نادي الزمالك. الراجل اتصل بالشرطه عشان مش عارف يطلع من نادي الزمالك ورافض وجود، هو رافض مش عارف يطلع وهو مش عايز يبقى في نادي الزمالك. اللي شافه يكفي. تمام؟ اللجنه السداسيه بنادي الزمالك ترفض تواجد الكابتن احمد ميدو في اي منصب داخل نادي الزمالك. انا عايز اقول لك ان اللي هو حسن موسى الراجل ده كان هيعمل طفره. الراجل ده عشان نبقى واضحين مع بعض، الراجل ده ما قدمش استقالته، الراجل ده لقى نفسه هو لقى نفسه ان هم شايلينه عايزينه من مكانه. منين جبته في 3 ايام ومنين مشيته؟ نرجع بقى للموضوع الثاني الشائك اللي احنا مش لاقيين له كبير. اللي احنا مش لاقيين له كبير. معسكر الاهلي في النمسا. منتخب عنده مباراة اثيوبيا وتونس. مباراتين مهمتين. مباريات مهمة. مباريات منتخب. مباراة تحديد اول وتاني المجموعه. من اخر كده خلينا صراحة، احنا من هنا من مكاننا ما بنتكلمش غير بكل حياديه وبص بمنطق منطق وحياد، ما لناش مصلحه مع حد. ولكن ما ينفعش مدير او المسؤول عن المنتخب الوطني بالشروي فيتوري عشان ما نخشش في المدير الفني، الراجل محترم، لو انا مكانه هاخد بعضي والم شنطتي وامشي صراحة عشان ما يحدث في الكرة المصرية عليه علامة استفهام. عشان احنا عايزين نعرف مين بجد اللي مدور الكرة المصرية. ما ينفعش ان الكابتن حازم امام المسؤول عن المنتخب الوطني وبعثة المنتخب الوطني ورئاسة المنتخب الوطني او المسؤول عن كل حاجة تخص المنتخب الوطني، ما ينفعش ان يتواصل مع الكابتن خالد بيبو والكابتن خالد بيبو يقول له لا معلش انا مش هبعت حد من المعسكر، ما ينفعش ان انا امشي حد، احنا عندنا مباراه مهمه يوم 15 كاس السوبر، دي بطوله وباسم مصر، وانا ما ينفعش ان انا ابعت حد. طب ما انت عندك ماتش منتخب، ما المنتخب ده زيه زي الجيش. منتخب ما حد يا جدع. محمد صلاح بجلاله قدره، محمد صلاح بجلالة قدره لما بيطلبوا من ليفربول، ليفربول بتبعته حتى لو عنده دوري ابطال اوروبا اللي اهم من ماتش السوبر الافريقي واهم من ماتش المنتخب. ايه يا عم؟ ده دوري ابطال اوروبا ثاني اكبر بطوله في العالم، انت بتهرج؟ بيبعته. ما ينفعش ان روي بيتوريا يقول له انا محتاج، قال له خلاص طب نظبط الدنيا شوف انت محتاج مين. وين راح خالد بيبو؟ قال له لا مش هبعت حد في المعسكر، انا مش طالع حد من المعسكر. علامة استفهام بقى على خالد بيبو وما يحدث وعلى من يديره اتحاد الكرة المصري. تمام؟ روي بيتوريا راح مصدرها يا باشا وراح حاطط لهم في اسماء القايمة اللي المفروض ان هي راحت أربع لعيبة من النادي الأهلي. الأربع لعيبة متواجدين حاليا في معسكر الأهلي في النمسا. خالد بيبو رافض ان هم يخرجوا. اللي هم محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم. الاربع لعيبه دول روي بيتوريا محتاجهم معاه، قال له انا محتاج دول مش مشكله كهربا ومش مشكله دول انا هظبط الدنيا. ولكن اللي محتاجهم اساسي هم دول. راح خالد بيبو قال له لا اسف
انا عندي مباراه، انا بلعب باسم مصر، عندي مباراه في سوبر افريقيا، دي مباراه بطوله، مفيش كلام، فانا مش هبعت حد. رد انت بقى عليا، ايه رايك في اللي بيحصل؟ عشان الناس اللي بتطلع بتقول انت بتهاجم الفساد وزعلان ان انا بهاجم الفساد، هو ده مش فساد؟ رد عليا، خليك حيادي يا اخي، واطلع كلمني ورد عليا وقول لي انت، اكتب لي في الكومنت كده وقول لي انت ايه رايك فيما يحدث في الكره المصريه؟ امتى هنتقدم؟ مش تقدم. تعالى بقى الجدير بالذكر بقى، جدير بالذكر، فانت ما ينفعش ان انت تعمل كده وخصمك مش هيعمل كده، وخصمك في الوقت ده يعني ربنا يكون في عونه، هو يعني في حاله نفسيه وعصبيه وماليه وذهنيه مفيش بعد كده. نادي الزمالك باللي هو فيه والكوارث اللي هو فيها بعد ما سمع الكلمتين بتوع خالد بيبو، طبعا الكلمه بتسمع يعني، لما واحد زي خالد بيبو يطلع يقول الكلمتين دول العالم كله بيعرف الموضوع. لما روي فيتوريا يطلب وما يجيش اللي هو عايزه، في قصه كبيره. راح طالع مسؤولي واعضاء الزمالك، مجلس الزمالك، مسؤولين عن النادي حاليا، وساريوس ومدير الكوره والناس الموجوده، قال لك ايه؟ طالما الاهلي مش هيبعت حد للمنتخب، انا كمان مش هبعت حد، انا عندي ماتش يوم 16 مع ارترا سولار الجيبوتي في هناك يوم 16، تمام؟ مباراة صعبة، ودول 32، وممكن اروح. انت هتحتاج فتوح، وهتحتاج زيزو، وهتحتاج مش عارف شيكابالا، هتحتاج مين؟ فانت هتحتاج الناس دي. الاهلي مش هيبعت لك، انا كمان محتاج، انا عندي دي بطولة بالنسبة لي، وبطولة تفيد جمهوري وتفيد ناسي، وانا اليومين دول انا بعاني وعندي ظروف ونفسية اللعيبة تعبانة. هدي علامة استفهام لما يحدث في الكرة المصرية. قبل ما نقفل حلقتنا، رسالة للدكتور أشرف صبحي، أين أنت مما يحدث في الكرة المصرية؟ أين أنت مما يدور في الكرة المصرية؟ أين أنت مما يحدث مع المنتخب الوطني؟ لو أنت مش عارف تدير المنظومة فارحل من الأفضل، عشان يجي حد يقدر يدير المنظومة، لأن المنظومة فيها علامة استفهام وجدل كبير جدا. ما يحدث في الكرة المصرية علامة استفهام، ما يحدث في الكرة المصرية مفيش حد في العالم بيحدث معاه ما يحدث في الكرة المصرية. يا ريت حد يطلع يجاوبنا عما يحدث. اتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقه دي عجبتك لا تبخل على حبايبك الحريف، نوصل باذن المولى عز وجل بالحلقه دي 5000 لايك، دعما لاخوك وحبايبك الحريف الذي يسعى لاسعادك. كل ما اشتركش انزل دلوقتي اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل حلقاتي اول باول. انتظرني يا صديقي غدا في حلقه اكثر اخبار اكثر اهميه باذن المولى عز وجل. ما اقدرش غير اقول لك يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.